آخر مرة إحنا تساوي الآن رح نأخذ تم كواليتي شوارتزني كواليتي بدون إنه القيمة المطلقة أقل من لينكت لبي في اللينكت لي دبليو نعرف إنه زي ما أخذنا W تساوي النور W لو حولنا طيب كيف بنشوف عبارة عن نور كوسين تيتا دائما القيمة المطلقة أقل من تعرف إنه كوسين تيتا إن أو يساوي أقل من أدمار القيمة المطلقة كوسين هذا بحيث فإذا أخذنا القيمة المعادلة اللي هو فهم بتصير كوسين هنا على في دبليو هنا هذا نورم دبليو الاثنين موجبين ما في داعي نأخذهم أو القيمة المطلقة لهم هي تساوي الحاصل إذن من هذه المعادلة نتوصل إنه القيمة المطلقة لـ V W على النورم لـ V النورم لـ W دائما أقل تساوي واحد هاي اللي هي كواليتي إذا ضربنا ضرب تبادلي فهذا اللي تحت إنه قيمة المطلقة لفيدا دائما أقل هاي اللي سميناها شوارتز إن إيكواليتي الآن في عنا اللي بنسميها الترينجل إنيكواليتي اللي هي نورم لفي بلس دبليو دائما أقل من النورم لفي بلس النورم لدبليو أو هذا هو البروف عنا هون إحنا حتى نورم لأي فيكتور نعمل دوت برودكت مع نفسه وهنا أخذنا في بلس دبليو عندنا لها دوت برودكت مع نفسها فنعمل ضرب وكأننا بنفك أقواس يعني هنا في V دوت V اللي هي راح تعطينا نورم ل V سكوير فهذه هي V دوت V بعدين في عندنا V W بعدين عندنا plus and W dot V هنا عندنا W dot W شفتوا هون V dot V تعطينا V square V dot W هي نفسها W dot V لأنه حكينا dot product عملية تبديلية الآن W dot W تعطينا W square والآن لو نزلنا لتحت هون ال V dot W اللي هي النورم ل V في النورم ل W في كوساين ثيتا الآن بسبب وجود
الكوساين، وحتصير الإشارة هذه إنها أكبر من أو تساوي. وهذا عندنا هنا صار بما أنه بعد ما شلنا الكوساين صار في عندنا 2 في النورم الذي في النورم لـ W. طبعا ليش إحنا هنا تحولنا من قيمة المطلقة المساواة بأنه هنا أقل؟ لأن الكوساين قلنا دائما أقل من 1 بشكل، فبالتالي لما نشير الكوساين بتصير في عندنا 2 النورم لفي في النورم لدبليو. هذه عندنا هون اللي هي لو أخذنا هاي زي طريقة إكمال المربع، يعني لو جينا نفكها كيف نفكها، نقول النورم لفي سكوير زائد 2 نورم لفي دبليو زائد نورم دبليو سكوير. اذا التريانجل الايكواليتي يحكي لنا انه النورم لفي بلس دبليو دائما اقل من او تساوي النورم لفي بلس النورم ل دبليو. الآن لو بدنا نأخذ النورم لـ V minus W square، فهو زي ما تكلمنا إنه النورم لأي فيكتور هو dot product للفيكتور مع نفسه، فالفيكتور اللي نتحدث عنه هو V minus W. فأخذنا الفيكتور V minus W وعملنا له dot product مع نفسه، فإذا أخذنا V dot V راح تعطينا النورم لـ V square، هنا عندنا v dot minus w minus w dot v فرح تعطينا minus 2 v dot w، وهنا عندنا minus w dot minus w اللي هي norm square ل w. فالnorm ل v minus w is the distance between v and w. يعني عشان نفسر طيب تتذكروا من الكالكولس انه the distance between two points ايش كان؟ يعني لو كانت البوينتس اللي عندنا اللي هي x1 y1 و x2 y2، كيف كنا نوجد distance بينهم؟ كنا نقول اللي هي جذر التربيعي x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. الآن لو تخيلنا إنه النقطتين هذول هما عبارة عن vectors x1 x2، عندنا y1 y2، هذا خلينا نسميه فيكتور x وهذا الفيكتور y. الان لو اخذنا الفيكتور x minus y هو بيساوي x1 minus y1 x2 minus y2. الآن إذا بدنا نأخذ النورم لهذا الفيكتور، بدنا نأخذ الإليمنتس نربحهم ونجمعهم ونحطهم جذر وراح يعطينا هذا الجذر. إذا النورم ل V minus W معطينا distance between the two vectors. الآن المثال اللي تحت بحكي إنه find the angle between v and w when القيمة المطلقة لv dot w بتساوي النورم لv
النورم للدبليو. إذا تتذكروا إحنا قلنا دائما هذه كانت أقل من أو تساوي شيك. شرط المساواة محدث لما الزاوية ثيتا تساوي 90 درجة. تمام؟ ليش؟ لأنه عفواً المساواة بتكون لما الكوساين يساوي 1 وثيتا لازم تكون 0 أو في 80 درجة، لأنه الصفر كوساين الصفر 1 وكوساين 180 درجة ناقص 1 إذا أخذنا له القيمة المطلقة بيصير 1. تمام؟ في سؤال يا شباب؟ هون في هذا الإكزامبل we'll find angle between V and W when النورم لـ V plus W بيساوي النورم لـ V plus النورم لـ W. الآن حتى نوجد النورم لـ V plus W بنعمل dot product لـ V plus W مع بعضه، يعني هذا اللي هي النورم لـ V plus W square هي عبارة عن V plus W بعملها dot product مع V plus W. تمام؟ زي ما شفنا بنوزع الدوت برودكت، فهي بتصير V dot V اللي هي النورم لـ V square، وهنا عندنا V dot W W dot V اللي هي 2 V dot W، وآخر شيء اللي هي عندنا W dot W اللي بتعطينا النورم square. الآن الـ V dot W اللي هي النورم لـ V في النورم لـ W في كوساين ثيتا. لاحظ إنه هون هاد حكينا إنه النورم لـV plus النورم لـW. الآن هاي لازم نعدلها، هاي لازم تصير سكوير سكوير سكوير. تمام؟ فحتى الكلام هذا ينطبق اللي هون اللي هي معادلة واحد، لازم يكون عندنا كوساين ثيتا بيساوي صفر. متى بيكون كوساين ثيتا بيساوي صفر؟ إذا كان ثيتا بتساوي 90 درجة. إذا كانت ثيتا بتساوي 90 درجة بنطبق عنا الكلام اللي هون، صح؟ اللي هو لما نحط السكوير اللي هي هاي نفسها قاعدة فيثاغورس. شيك؟ يعني لو كان هذا X وهذا y، اللينكث للوتر هذا ايش بده يكون؟ الجذر التربيعي ل x تربيع زائد y تربيع، صح؟ او لو سمينا هذا الوتر اللي هو c، فبده يصير c سكوير بتساوي y سكوير بلس x سكوير. هذا اذا كان هنا في عندنا تربيع. تمام؟ لكن لو كان بدون تربيع، تمام، ف النورم لـ V سكوير زائد 2 في النورم لـ V في النورم لـ W في كوساين ثيتا بلس النورم لـ W سكوير. بدنا نستخدم طريقة إكمال المربع، هذا مش هيك؟ حتى نقدر نستخدم طريقة إكمال المربع لازم هذا الكوساين يكون كم؟ 1. لازم قيمة الكوساين تساوي 1، لأنه إذا كتبنا إذا كان الكوساين 1 نقدر نكتبها بالطريقة هذه، وبالتالي هاي ممكن نكتبها إنها النورم لـ V plus النورم لـ W square، صحيح؟ لأنه إذا فكينا القوس هذا بيعطينا النورم لـ V square زائد 2 في النورم لـ V في النورم لـ W زائد النورم لـ W square، هذا اللي هو النورم لـ V
بس دبليو سكوير. فإذا أخذنا الجذر التربيعي تصير عندنا النورم لفي بلس دبليو يساوي النورم لفي بلس النورم في دبليو. في سؤال يا شباب؟ إذا إحنا صرنا ماخذين اللي هي الشوارتز إن إيكواليتي إنه دائما الابسوليوت فاليو لفي دوت دبليو أقل من أو تساوي النورم لفي في النورم لدبليو. خدنا التريانجل إن إيكواليتي اللي بيقول إن النورم لفي بلس دبليو دائما أقل من أو تساوي النورم لفي بلس النورم لدبليو. بعد هذا قلنا لما تكون الزاوية صفر بيكون النورم لفي بلس دبليو أقل من أو تساوي النورم لفي بلس النورم لدبليو. هنا عندنا مثال يقول لنا إذا كان V and W are unit vectors find the angle between V and minus V. احنا بنعرف إنه في عنا لو كان في عنا V و W فهذا بيكون النورم ل V في النورم ل W في cosine theta. تمام؟ لأن هو بيقول لنا بده ال angle between V and minus v, فاحنا بنعمل dot product بين v و minus v. تمام؟ فبنقول v dot minus v يساوي النورم ل v في النورم ل v في cosine theta. بما انه حكينا انه v و w unit vectors, ف unit vector يعني ان النورم الى واحد, فهذه بتصير واحد في واحد في cosine theta. ف كوساين ثيتا شو راح يساوي؟ ماينس النورم ل في سكوير. من هون عندنا في دوت في اللي هي النورم ل في سكوير والماينس خارج فتصير ماينس نورم ل في سكوير, والنورم ل في بيساوي واحد بما انه يعني فيكتور, اذا هذا ناقص واحد وهي كوساين ثيتا ناقص واحد. متى بيكون الكوساين بيساوي ناقص واحد؟ لما الثيتا بتساوي باي. الآن if V and W are unit vectors find the angle between V plus W and V minus W. حتى نوجد الأنجل بينهم نطبق يعني زي ما تكلمنا قبل شوي, وأن لو كان في عندنا two vectors v و w فcosine theta بساوي النورم ل v في النورم ل w على النورم ل v, أو v dot w على النورم ل v في النورم ل w. الآن هنا في عندنا two vectors v plus w و v minus w, رح نعملهم dot product مع بعض ونقسم على حاصل ضرب النورمز. فهون زي ما تعلمنا إنه v dot v اللي هي النورم ل v square, وهنا عندنا v dot w و v او v dot minus w w dot v, فراح يصيروا صفر. وهنا عندنا minus النورم ل w square. تمام؟ ف بصفي عندنا طبعا هذه مع هاي بتروح, بصير في عندنا النورم ل v سكوير ماينس النورم ل w سكوير. بما انهم اثنين يونت فيكتورز وواحد ناقص واحد صفر, وايش الزاويه اللي كوساينها صفر؟ اللي هي الباي على اثنين او هي 90 درجه. هون عندنا هذا عندنا مثال بارقام بيقول لنا find the angle between v and w, فهذه هي
كوساين ثيتا تساوي في دوت دبليو على النورم لفي في النورم لدبليو. اذا بدنا ناخذ في دوت دبليو بنقول 4 في 1 زائد 2 في 3 اللي هي 10 على جذر 20 اللي هي 16 زائد 4 وهنا 1 زائد 9 اللي هي 10. فهون بيطلع معنا الجواب 1 على جذر 2. وايش الزاوية اللي كوساينها 1 على جذر 2 اللي هي 45 درجة او اللي هي باي اوفر 4. هذه كلها أمثلة على نفس الفكرة. Find the angle between the unit vectors u and v. If the norm for u minus v is equal to square root of 2. فإحنا بنشوف النورم لu minus v square اللي هو u minus v dot u minus v. لو فكينا هذه اللي هي u dot u اللي هي النورم لu square هنا minus v dot u هنا عندنا u dot minus v minus 2 u dot v هنا عندنا minus v dot minus v اللي هي النورم ل v square. بما انه هذول unit vectors اذا هذه واحد وهذه واحد تمام. فصارت عندنا الجواب اللي هي 2 minus او 2 minus 2 u dot v فراح نكمل. احنا هون عندنا انه عندنا 2 ناقص 2 u dot v. فهذه لازم تساوي 2 وبالتالي ليش 2؟ احنا هون قلنا هذول ايش مالهم؟ unit vectors تمام. بالتالي لما نقسم يعني احنا بدنا نوجد الانجل between the unit vectors u and v if the norm of u and minus v بتساوي square root of 2. فاحنا اوجدنا النورم لu minus v. فبالتالي بدنا نقول انه هذا الكلام اللي هون ايش لازم يساوي؟ لازم يساوي 2. ليش؟ لأنه هنا معطينا النورم لU minus V جذر الاثنين. فإذا ربعناه لازم يعطينا 2. فبالتالي رح يطلع معنا U dot V بتساوي 0 وبالتالي كوساين الثيتا بيساوي 0 أو الثيتا بتساوي 90 درجة. الآن بقول لنا if u بتساوي الفيكتور 1 2 1 1 2 find all vectors in R3 W that is perpendicular to u. شو يعني perpendicular to u؟ يعني إنه dot product مع u لازم يعطينا صفر. فهذا أعطانا معادلة اللي هي W1 plus W2 plus 2W3 بتساوي 0. وهذه اللي هي معادلة بلين بشيك. يعني هاي المعادلة لايش؟ اللي هون هذه معادلة بلين تمام. الآن نشوف كل الدبليوز اللي بتحقق معادلة هذا البلين تمام. فلو بالنظر يعني بنحلها بالنظر هنا بنقول لو كانت W1 و W1 واحد و W2 كمان كانت 1 و W3 ناقص 1. شو بصير عندنا؟ 1 زائد 1 ناقص 2 اللي هي 0 شيء.
كمان ممكن نقول إنه إذا كانت W3 صفر هاي بتكون ناقص واحد وهذه واحد، تمام؟ أو إنه إذا كانت هاي ناقص اثنين وهذه صفر W2 والW3 واحد، فبرضه بيحقق المعادلة. فهذا اللي راح نتكلم عنه لما نوصل للنل سبيس. أوكي؟ حل المعادلة هذه اللي هي معنا معادلة واحدة بثلاث مجاهيل راح يتدخل فيه اللي بنسميه النل سبيس وكيف بنوجد النل سبيس. فخلينا نترك هذا المثال قليلا، تمام؟ الفكرة انه بدنا كل الفيكتورز اللي perpendicular ل 1 1 2 فرح نعملنا dot product in general، وان هذا الدوت برودكت لازم يساوي صفر لانه بيربنديكولر. فطلعت معنا معادله هذا البلين، تمام؟ جربنا بعض التجارب ان لو كانت هذه ناقص واحد وهذه واحد راح يعطينا، وهذه صفر راح يعطينا الناتج صفر. لو كانت هذه ناقص اثنين وهذه صفر وهون عندنا واحد برضه راح نحصل على الصفر. فطلعنا general solution، لكن خلينا نترك هذا لحد ما نوصل لـ null space. هنا عندنا example آخر، قلنا إذا V كانت perpendicular على W. شو يعني V perpendicular على W؟ يعني إنه V dot W شو بيساوي؟ صفر. و V perpendicular على U يعني إنه V dot U برضو بيساوي صفر. Show that any linear combination of U and W. شو يعني linear combination من U W؟ اللي هي C U plus D W is perpendicular to V. تمام. إذن إحنا من هون بدنا نشوف إنه perpendicular ل V ولا لا، لازم نعمل له dot product مع V. هذا شو بيساوي؟ C U dot V plus D W dot V. إحنا شوف عنا U dot V بتساوي صفر، فهذه كم بتساوي؟ صفر زائد دي دبليو دوت في. وانا قلنا طبعا الدوت برودكت عمليه تبديليه، فهذه برضه صفر، اذا الناتج كم بيساوي؟ صفر. وهيك بنكون عملنا الاثبات. الكوساين لو هون عندنا النورم ل v minus w square. كيف نوجد النورم ل v minus w؟ قلنا هو v minus w dot v minus w. هذا شو بتساوي؟ v dot v minus 2v dot w plus w dot w. v dot v اللي هي النورم ل v square، و W dot W اللي هي النورم ل W square، وهنا V dot W اللي هي نورم ل V في النورم ل W في كوساين ثيتا. فهذا اللي بنسميه الكوساين لو. هنا عندنا مثال بقول find the value of alpha such that V is perpendicular to W minus alpha V، ومعطينا ال V وال W. احنا يعني خلينا نشوف هون، بدنا نقول انه perpendicular يعني انه V dot W minus alpha V لازم يساوي صفر. فهذا عندنا V dot W minus alpha V dot V لازم يساوي صفر، او انه W dot W لازم يساوي ألفا النورم لـ V. أنا عندنا عفوا V dot W
لازم يساوي ألفا في النورم لفي سكوير. لو اجينا للفي والدبليو هنا الدوت برودكت لهم واحد في واحد، واحد زائد واحد في خمسة راح تكون هذه ستة، راح تساوي ألفا في النورم لفي سكوير. النورم لفي سكوير اللي هو اثنين، وبالتالي ألفا راح تساوي ثلاثة. في سؤال؟ طيب. الآن في هذا المثال قلنا f v بتساوي x y z and W بتساوي ZXY such that X plus Y plus Z بيساوي صفر. Show that the angle between V and W is 120 degrees. طبعا لو رحنا شفنا كوساين 120 degrees اللي هو ناقص نص، فرح نعمل dot product between two vectors. نستخدم الكوساين لو اللي هو كوساين ثيتا بتساوي v dot w على النورم الذي في النورم w. فإذا أخذت v dot w عندنا x times z plus y times x plus z times y. A على النورم لفي في النورم لدبليو. لاحظ انه هون عندنا النورم لفي بيساوي النورم لدبليو. ليش؟ لانه النورم لفي شو هو؟ جذر التربيعي لاكس تربيع زائد واي تربيع زائد زي تربيع، والنورم لدبليو اللي هو جذر التربيعي لزي تربيع زائد اكس تربيع زائد واي تربيع. فاذا ضربناهم في بعض راح يصفي عندنا بس اللي هو الاكس تربيع زائد الواي تربيع زائد الزي تربيع. وهون لاحظ انه قلنا كوساين الزاوية هذا بيساوي ناقص نص، فلو ضربنا ضرب تبادلي يعني هاي بدك تسويها هون بتساوي ناقص نص. تمام. ف لو مشينا بالتحليل بعدين احنا بدنا نثبت ان هالزاوية بتساوي 120 او كوساينها بيساوي ناقص نص. فهنا استخدمنا طريقة التحليل لحد ما وصلنا انه كوساين الزاوية اللي هي x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع مقسومة على ضعفها مضروبة في سالب، فهي ناقص نص. في سؤال يا شباب؟ الآن هنا أنه يعني كان بيثبت لنا ليش الكوساين دائما أو القيمة المطلقة للكوساين دائما أقل من واحد. فلو كان في عندنا فيكتور، الفيكتور هذا اللي هو فيه two components x و y، ممكن نرسمه
بهذه الطريقة. الآن النورم ليو هو جذر التربيعي لأكس تربيع زائد واي تربيع كوساين ثيتا اللي هو زي ما بنعرف اكس هو المجاور على الوتر، اكس على النورم ليو اللي هي اكس على الجذر التربيعي لأكس تربيع زائد واي تربيع. الآن لو ربعنا الطرفين راح يصير في عندنا كوساين تربيع بتساوي اكس تربيع على اكس تربيع زائد واي تربيع، وهذه دائما اقل من واحد. ليش؟ لانه المقام دائما لازم يكون راح يكون اكبر من البسط، فهذه اقل من او تساوي واحد. الآن بقول لنا find the angle between v and w. إذا كان النورم ل v minus w بنساوي النورم ل v plus w. بكل هذه الأسئلة أو الأمثلة زي ما شفنا إنه بنبدأ من شو يعني النورم ل u minus w، تمام؟ اللي هو dot product بين u minus w و u minus w. هنا dot product ل u plus w مع u plus w. خلينا نحاول نحل هذا بطريقة مختلفة، تمام؟ يعني هنا بنقول إنه هذه عبارة عن لو أخذنا u minus w عملنا له dot product مع u minus w، تمام؟ وهذه بدنا نشوف هل متى بتساوي النورم ل u plus w، اللي هي لو أخذنا u plus w dot u plus w. الآن لو أخذنا هون في عنا u dot u اللي هي النورم ل u square، هون عندنا minus أو u dot minus w minus w dot u اللي هي راح تصير في عنا اللي هي minus 2 u dot w، وهذه في عنا minus w dot minus w اللي هي النورم ل w square، تمام؟ بنفس الطريقة نعمل dot product اللي هو عنا هون. ف هذول إذا كانوا متساويين يعني بدي روح النورم من هون والنورم اللي هون وهذا مع الأخ اللي هون، ولو نقلنا هذا الكلام أو ننقل هذا لهون بصير 4 في النورم ليو في النورم لدبليو في كوساين ثيتا بساوي صفر، أو إنه كوساين ثيتا بساوي صفر أو ثيتا بتساوي 90 درجة. Find the angle between u اللي هي 1 0 minus 1 مع i اللي هي اليونت فيكتور باتجاه الx axis، وj اللي هي اليونت فيكتور باتجاه الy axis، k اللي هي اليونت فيكتور باتجاه الz axis. طبعا حتى نوجد الانجل لازم نعمل dot product ونقسم على النورمز، مش هيك؟ اذا لو اخذنا u dot i اللي هي بتساوي النورم ليو في النورم لi في كوساين ثيتا، تمام؟ u dot i بتساوي واحد. الآن النورم ليو اللي هو 2 في النورم لi اللي هو واحد في كوساين ثيتا، وبالتالي نقدر نوجد كوساين ثيتا، تمام؟ في أي سؤال يا شباب لحد هون؟
عفواً هذا النورم ليو هنا square root of 2 تمام؟ ليش من هون عندنا يو النورم ليو اللي هو بيساوي الجذر التربيعي لواحد تربيع زائد ناقص واحد تربيع اللي هو جذر الاثنين الآن لو بدنا نوجد الدوت برودكت لو نوجد الانجل مع جي راح نشوف انه اذا اخذنا اليو دوت الجي يساوي صفر بما انه صفر الدوت برودكت اذا ثيتا عندنا 90 درجة تمام لو بدنا ناخذ الدوت برودكت اليو دوت كي اليو دوت كي بتساوي ناقص واحد وهذه بتساوي اللي هي جذر الاثنين كوساين ثيتا أو إنه كوساين ثيتا تساوي ناقص واحد على جذر الاثنين في أي سؤال يا شباب؟ طيب هيك إحنا بنكون خلصنا شابتر 1 Part 1 ورح نبدأ الآن بـ Part 2 الآن في Part 2 في Chapter 1 Part 2 رح نبدأ نتكلم عن الماتريسيز اللي هي المصفوفات فMatrix is any rectangular array if of numbers or functions هذه of مش f the elements of the matrix are called entries of the matrix Rectangular array يعني matrix هذه عبارة عن rectangular array of numbers or functions يعني the entries للmatrix هاي ممكن تكون أرقام أو ممكن تكون functions تمام فكل واحد من هذول elements بنسميه entry نحكي إنه matrix A of size m by n or ممكن نحكي of order m by n إذا كان في عندنا m rows و n columns تمام فعندنا الرقم الأول اللي هو عدد الأسطر الرقم الثاني اللي هو عدد الأعمدة ف m rows by n columns
الآن زي ما قلنا في عندنا M rows، فهذا نسميه الـ I index وهذا الـ J index. هذا الـ I بيروح من 1 إلى M، والـ J بيروح من 1 إلى N، تمام؟ فعندنا شوفون عن A11, A12, A13. رقم السطر اللي هو الـ 1 ما قاعد بيختلف، لأنه كل الانتريز هاي موجودة بالسطر الأول، لكن اللي بيختلف رقم العمود اللي هو الـ column number. فإحنا قاعدين ننتقل من column 1 لـ column 2 لـ column 3 لـ column N. لكن إذا انتقلنا من سطر لسطر، لاحظ أنه الـ I راح تختلف. فإحنا هون قاعدين ننتقل من السطر الأول للسطر الثاني، ولكن بعدنا في الكولوم الأول. فهذا اللي بنسميه الماتريكس أو الماتريكس إنتريز. لأن هذه عندنا الماتريكس اللي هي في عندنا 2 rows 2 columns، فالسايز لهذه الماتريكس اللي هو 2 by 2. هنا عندنا الماتريكس هاي فيها 2 rows و 3 columns، فهاي الماتريكس اللي هي 2 by 3. الآن تعلمنا بعض التعريفات. نحكي عن الـ A matrix is called real matrix if all elements of A are real numbers، يعني ما في عندنا complex numbers، تمام، ولا complex functions. فهذا الماتريكس اللي هي عندنا 2, 5, 3, 6, 4, -2 is a real matrix. ليش؟ لأن كل هذه أرقام real numbers، أرقام حقيقية. الآن لو رحنا للماتريكس اللي تحتيها، شوف هنا عندنا J، والJ اللي هي هذه اللي هي جذر النقص 1. فهون في عندنا هذه الماتريكس فيها complex numbers، فهذه it's not a real matrix. بنقول عن الـ A square matrix إذا كانت الـ M بتساوي الـ N، يعني عدد الـ number of rows بيساوي الـ number of columns. فهذا مثال على square matrix، ليش؟ لأن هذه matrix هي عبارة عن 2 by 2، يعني هذه الـ M اللي هي بتساوي الـ N. A is called column matrix if it has M rows and only one column. يعني نسميها column matrix إذا كانت تتكون من one column، تمام؟ وبنسميها row matrix إذا كانت تتكون من one row. فهذا مثال على الـ row matrix، واللي قبله كان مثال على الـ column matrix. فهنا عندنا هذا الـ matrix عبارة عن column matrix، ليش؟ لأن فيها m rows و one column. هذا عندنا row matrix. ليش row matrix؟ لأنها one row و different column، فبالتالي dimension لها الـ number of rows 1، الـ number of columns اللي هو n. Okay. If A is M by N matrix and B is L by Q matrix, then A plus minus B equals C defined if and only if M equals L and N equals Q. يعني حتى نجمع أو نطرح بمعنى آخر، لازم الـ two matrices يكونوا of the same size. يعني إذا كانت هاي 2 by 3، لازم هاي تكون 2 by 3، ما بنقدر نجمعها على 2 by 4، تمام؟ إذا عندنا حتى نجمع أو نطرح الماتريسيز لازم يكونوا of the same size، تمام؟ الآن A بتساوي B فقط إذا كانت A و B من نفس السايز، تمام؟ وكل الانتريز اللي فيهم متقابلين متساويين. يعني الـ A11 بتساوي الـ B11 والـ A12 بتساوي الـ B12 وهكذا إلى الآخر، إنه كل الـ elements متساويين.
الآن عندنا 2 matrices A و B، بنلاحظ أنه هذه 2 by 2 وهذه 2 by 2 لأن عندنا 2 rows 2 columns. الآن حتى يكونوا متساويين لازم كل الإليمنت تكون متساوية، فعندنا هذا الواحد وهذا الواحد متساويين. الآن عندنا هنا الإليمنت هذا اللي هو الإليمنت 1 2، هذا يعني هنا نقول 1 2 اللي هي بالرو الأول والعمود الثاني 2، وهذا 1 plus x. إذن عندنا هنا 2 لازم تساوي 1 plus x، وهنا عندنا minus 3 وهنا عندنا 2 plus y، نقول minus 3 لازم تساوي 2 plus y، والأربعة تساوي الأربعة. فإذا عندنا من هنا الـ x لازم تساوي 1 والـ y تساوي ناقص 5. الآن هنا عندنا A كم الدايمنشن لها 2 by 1، هنا B الدايمنشن أو السايز لها بيساوي 1 by 2، تمام؟ الآن هذول مش ممكن نجمعهم، ليش؟ لأنهم of different sizes، 2 by 1 ما بتساوي 1 by 2، okay؟ فالaddition أو subtraction is not defined، ليش؟ لأنهم of different sizes. الآن إذا كانوا of the same size نجمع ال corresponding elements، إذا كنا نجمع ال matrices أو نطرح ال corresponding elements إذا كنا نطرح. فهنا عندنا A plus B، شوف نجمع 1 مع 3 بعطينا 4، بعدين عندنا 2 نجمع معها 4 بعطينا 6، 3 نجمع لها الخمسة بصير في عندنا 8، الأربعة نجمعها مع الستة بتصير 10، والناقص 5 مع السبعة 2، والستة مع التسعة اللي هي 15. ولو كنا بنطرح بنفس الطريقة، تمام؟ لو قلنا إنه عندنا B minus A فبتصير في عندنا 3 ناقص 1 اللي هي 2، وعندنا 4 ناقص 2 2، و5 ناقص 3 برضو 2، و6 ناقص 4 2، و7 ناقص ناقص 5 12، و9 ناقص 3 6. إذن احنا لما بنطرح او بنجمع نطرح corresponding elements من بعض او بنجمع corresponding elements مع بعض. نقول عن الماتريكس زيرو ماتريكس إذا كانت كل الإليمنتس اللي فيها بتساوي زيرو، هذه الماتريكس إذا زيرو ماتريكس، ليش؟ لأنه كل الإليمنتس اللي فيها عبارة عن زيروز. الآن if A is m by n ماتريكس، شو يعني m by n؟ يعني فيها m rows و n columns، فبنعطيها الرمز هذا A m n. الآن إذا ضربنا الماتريكس بكونستانت نضرب كل انتري داخل الماتريكس بنفس الكونستانت، تمام؟ فهون عندنا مثال، إذا كانت هذه الـ A اللي هي 1 ناقص 2 ناقص 3 و 4 ورحنا ضربنا الماتريكس هذه بثلاث، شو يعني إنه نضرب الماتريكس بثلاث؟ إنه نضرب كل انتري داخل الماتريكس بثلاث، وهنا 3 في 1 3، وناقص 2 في 3 ناقص 6، وناقص 3 في 3 ناقص 9، و4 في 3 اللي هي 12. الآن قلنا F
A plus B equals zero. شوف إنه هون قلنا لازم يكونوا of the same sizes ال A وال B, وبالتالي الزيرو هذا اللي هون اللي عندنا هذا عبارة عن matrix فيها m rows و m columns, فلازم تكون إنه ال B بتساوي ال minus A. الآن حاصل ضرب الماتريسيز. حتى نضرب الماتريسيز لازم النمبر of columns of A بيساوي النمبر rows of B. بمعنى آخر إنه إذا كانت هذه الماتريكس M by N اللي هي ال A وال B اللي هي ال L by Q, فلازم كشرط إنه يكون عندنا ال L بتساوي ال N. Number of columns of A بيساوي number of rows of B حتى يكون الضرب معرف. الآن لو جينا للناتج اللي هو C, السايز تبع C راح يكون M by Q. إذن number of columns of A لازم يساوي number of rows of B, وبالتالي الناتج بيكون له نفس number of rows of A ونفس number of columns of B. الآن كيف راح نضرب الماتريسيز حاصل الضرب للماتريكس؟ شوف إنه حتى نوجد C11 لازم تكون اللي هي row 1 of A شيك مضروب في أو عمله dot product مع column 1 of B. هذا C11 اللي هو الفيرست element في الناتج حاصل الضرب اللي هو C. فهو هون لما نقول إنه Cij بتساوي Aik مضروبة في Bki, والk بتروح من الواحد إلى الN. فهون بدنا نشوف الـ A نضربها في الـ B. تمام؟ الآن هنا عندنا الـ A 2 by 2 والـ B 2 by 2. إذا ممكن نضربهم ليش؟ لأنه الـ number of columns of A يساوي الـ number of rows of B. حتى نوجد هذا الإليمنت اللي هو C11 لازم نضرب row 1 of A في column 1 of B, فعندنا 4 في ناقص 1 ناقص 4 زائد 2 اللي هي ناقص 2. الآن إذا بدنا نوجد الإليمنت هذا طبعا بنقول إنه C12, C12 اللي هو الرو الأول من A رح نضربه في column 2 of B, فعندنا ناقص 1 في 0 زائد 2 في ناقص 3 اللي هو ناقص 6. الآن هذا الإليمنت اللي هي C21 هي عبارة عن رو 2 of A مضروبة في column 1 of B, فعن 4 في 3 12 وناقص 2 في 1 ناقص 2, فالناتج رح يكون 10 و6 اللي هي
رو 2 في كولوم 2. اعطوني بس لحظة مشان احط الشارجر. شباب سامعيني؟ يا شباب سامعينك دكتور. اوكي شباب، عذرا على الخطأ الفني اللي صار، لكن صارت عندي مشكلة باللابتوب. فلهون بكف اليوم، وان شاء الله بنكمل المحاضرة القادمة. في أي سؤال عندك يا شباب عن المادة اللي أخذناها؟ شباب في واحد حاضر أصلاً؟ يعطيك العافية دكتور، ما في سؤال. الله يعافيك. أنا موجود دكتور، ما في أسئلة. طيب خليكم مع شوي لأنه شكل الكمبيوتر اشتغل.
اوكي شاب، رجعنا على الكمبيوتر، بعدكم موجودين مش هيك؟ موجودين دكتور. اوكي. فهنا خلصنا عملية ضرب. المصفوفات هنا بنقول انه عملية ضرب المصفوفات عملية مش تبديلية، يعني انه A في B ما بتساوي B في A. تمام؟ الآن لو كان عندنا A مضروبة في B plus C، فبنوزع الضرب على الجمع، فبتصير A في B زائد A في C. ما بصير يعني نغير الأوردر للضرب في الماتريسيز، تمام؟ لازم تكون بنفس الأوردر. فهون عندنا A بتساوي 1 2 و B بتساوي 2 3. فهنا كم السايز لـ A لو سألتكم؟ كم السايز لـ A؟ يا فارس، فارس أحمد، فارس أحمد مش موجود. طيب حمزة رابي، لا فارس ولا حمزة. سند موجود. شو يا سند؟ مش عارف قديش، يعني اثنين. كيف اثنين؟ شو قلنا كيف نكتب السايز للماتريكس؟ number of rows في number of columns، مش هيك؟ يعني هاي الماتريكس اللي هي 1 by 2، مش هيك؟ والبي 2 بواحد. 2 بواحد نقدر نضربهم؟ هيك نقدر نضرب الـ A في الـ B؟ لا ما بنضربهم. ليش؟ عشان نعرف انه شو للصفوف وشو للأعمدة. لا بنقدر نضربهم. ليش نقدر نضربهم؟ دكتور. واحد في اثنين زائد واحد في ثلاث، بعدين اثنين في اثنين زائد اثنين في ثلاث، صح؟ اول شيء بدنا نشوف هل يمكن ضربهم ولا لا. قلنا حتى نقرر انه بنقدر نضربهم ولا لا، لازم إنه يكون the number of columns of A بيساوي the number of rows of B حتى نقدر نضرب A في B. شيك الناتج هون، يعني إذا ضربنا A في B، شوف هذه الدايمنشن قالها، قلنا واحد في اثنين وهون اثنين في واحد، فالناتج C لازم يكون 1 by 1 يعني رقم. شيك فإحنا بنقول واحد في اثنين زائد ثلاثة في اثنين اللي هي ثمانية، لأنه C11 هو حاصل ضرب row 1 من A في column 1 من B. الآن لو بدنا نضرب B في A برضو يجوز. ليش B في A يجوز؟ لأنه هاي اثنين بواحد الB والA واحد باثنين، فالنمبر of columns of B بيساوي النمبر of rows of A، لكن الناتج هنا شو راح يطلع؟ ماتريكس 2 by 2. شيك دكتور، إذا مش متساويات مثلا حسب القاعدة، يجوز أني أتلاعب بالماتريسيز أضيف عليها بطريقة ما؟ لا ما يجوز. لا يجوز تضيف من عندك، يعني كيف بدك تضيف من عندك ارقام على ماتريكس اوريدي موجوده؟ تمام. فاذا نضرب البي في الاي، فهي بدها تصير 2 و3 مضروبه في 1 و2، فقلنا هاي راح تكون عندنا 2 باي 2 ماتريكس. اول اليمنت فيها اللي هو الرو الاول في الكولم الاول، فبصير في عندنا 2. الاليمنت 1 2 اللي هو الرو الاول في الكولوم الاول اللي هو 4. الان عندنا
الاليمنت 2 1 اللي هو رو 2 مضروبه في كولوم 1 فراح تصير 3، وبعدين الاليمنت 2 2 اللي هو رو 2 في كولوم 2 اللي هو 3 2 وتساوي 6. اوكي، فخلينا نتوقف هنا اليوم. قلنا حمزة وفارس مش موجودين مش هيك؟ لا موجود دكتور، كنت أشارك معك هسه. ليش لما ناديت عليك ما كنت موجود؟ وين حمزة؟ موجود بس شكيت بالجواب قلت ما جاوب. حمزة موجود. شباب مرة الجاي اللي بنادي عليه ومش موجود بحطه غايب، تمام؟ هيك اتفقنا من الأول. يعني انك تشغل المحاضرة وتروح تفطر بصيرش. طيب احنا اليوم حكينا بكفي، فرح نعمل stop للريكوردينج.